خبير عسكري سعودي يعلن أكبر مشكلة ستواجه التسوية القادمة في اليمن. تفاصيل الخبر، أهلا بكم. تحدث خبير عسكري سعودي عما وصفها بأكبر مشكلة ستواجه التسوية السياسية المرتقبة في اليمن، وذلك بالتزامن مع حديث عن اكتمال الأطراف اليمانية من الاتفاق على مسودة سلام تم تأجيل التوقيع عليها بعد شن الحوثيين هجمات على خطوط الشحن بالبحر الأحمر. وقال الخبير العسكري اللواء أحمد الفيفي في منشور على منصة إكس إن المشكلة الكبيرة تتكون من جزئين، الأولى إعادة تأهيل الشباب والمقاتلين جميعهم بغض النظر عن انتمائهم أثناء الحرب، فمن المعروف الآثار النفسية والاجتماعية التي تصيب المقاتل، وهذا يحتاج مستشفيات متخصصة لعلاج 90% منهم حسب ما يقول. وأشار إلى أن الثانية الألغام، فما يسمى بحقول الألغام تحتاج لخرائط دقيقة وخبراء ليسهل التعرف على أماكن تواجدها، ثم خبراء لنزعها دون إحداث أضرار، وقد تكون تلك الخرائط غير موجودة بحكم إهمال حفظها أو موت من يحتفظ بها أو حتى الانتقال إلى مناطق أخرى. نرجو من الله السلامة للجميع وفق تعبيره.